هبه صارت موجوده معنا بالاستوديو اليوم، رح تحضر لنا نشاطات رياضيه وايضا هيك بعض الحركات الرياضيه اللي فيكم تعملوها قبل الافطار وبعد الافطار وبخلال شهر رمضان المبارك. دائما افكار بتعطيكم اياها هبه بواحد اثنين ثلاثه. مش رح اقول هبه يا حياتي لانه قال مبسوطه انه منا قاعده حد اليوم. لا ليك منا حكي، شو رايكم انتم بالموضوع؟ نقصصها؟ نلغي الفقره؟ نحب السينما؟ شو بدكم نعمل؟ انتم قولوا لي هلا، قولوا لي. ما فيني. صباح الخير غيدا، صباح الخير شيف. خير. يعني بكيتيني انت عم تحكي. شو بدك تقولي؟ قولي. لا انا قلت انه ما بدي ارجع لك راسك قاعده معك على الطاوله، بدي بلش دغري. بالعكس انبسط فيكي انا بس تقعدي حد. كمان بدي اقول صباح الخير لكل المشاهدين، صباح الخير لادي صديق البرنامج صار. مزبوط. صباح النور. ادي نحن هذيك المره خبرنا المشاهدين انه ايمتى الوقت المناسب لا يعملوا رياضه، وعدناهم انه هذا الاسبوع حنفرجيهم الحركات يلي بتنعمل بعد 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 الافطار. عم نحكي اكثر مع البنات او حتى الشباب يلي عاده بالحياه العاديه بيعملوا رياضه ومحافظين على شكل جسمهم. بهذا الشهر اوقات الجيم بسكر بكير او حتى ما بيكون عندهم وقت او حتى ما بيكونوا قادرين جسديا ليعملوا افور ويعملوا رياضه. هول الحركات فيهم يعملون بعد الافطار تقريبا بشي ساعتين صح؟ اذا كانوا اكلين وجبه كبيره بدهم ساعتين، اذا اكلوا وجبه كثير صغيره فيهم ينطروا 20 دقيقه ويرجعوا يعملوا. اوكي، الهدف منهم انه نحافظ اكثر على الشكل تبع جسمنا. بالزبط. نحافظ على الشيب اكثر وبنفس الوقت نكون بعدنا عم نشغل العضله كرمال العضله. صح، نحن مثل ما قلنا هذيك الجمعه برمضان ما فينا نحط تارجتس جداد، بدنا قد ما فينا نعمل مينتننس ونحافظ على الشيء اللي اشتغلنا له كل السنه. مزبوط. سو اليوم نحن هدف الحلقه نعطي حركات خاصه للصبايا اللي قاعدين بالبيت اللي صعب ينزلوا على الجيم بساعات متاخره لانه الافطار عم يكون تقريبا 2:30 وبده ينزلوا 11 على الجيم، رح نعطيهم كم حركه يعملوهم بالبيت تيحافظوا على جسمهم. يلا لكن بدنا نبلش. اول شيء رح نقسمهم الحركات حسب العضله، رح نبلش باهم ثلاث حركات للشولدرز او للكتاف، نبلش باول وحده اللي هي شولدرز بريس. رح لازم تكون ايدنا 90 درجه وبارلل على الارض. أوكي. نطلع لفوق على الاخير وبننزل. اذا بدك تعملي معي. يلا اكيد بدي اعمل. لكن نعملها ثلاث مرات. هيدي ثمان مرات بس خلينا نذكر انه نحن حنعمل بس مره الحركه بس هن بدهم يعملوا اكثر. اكيد بدكم تعملوها تقريبا. يعني نحن دورنا بس نعلمهم الحركه، هن بدهم يعملوا مينيموم ثلاث جولات. ثلاث جولات، من كل حركه لازم تعملوها ثلاث جولات. أوكي. يلا قدي معك. لكن 1 بيدقروا الدمبلز لازم يدقوا شوي فوق وينزلوا بارلل على الارض 90 درجه. أوكي. نطلع فول اكستنشن وبننزل، رح نعملها بعد 4 تايمز. 1 2 3 4. ثاني حركة هي رح تشغل كمان الشولدرز، اسمها لاترال ريز، رح تشغل الشولدرز من هون. أوكي. كمان نطلع ايدنا بدها تكون ممدودة بس مش مفتوحة على الأخير، قبل الأخير بشوي مشان الكارتيلاج ما يصير له شيء. يلا سو نطلع لهون لكن 8 تايمز 1 يلا 2 3 4 5 6 7 8. هلا رح اشغل الشولدرز من قدام فرونت ريزز، نطلع لهون وبننزل هون. هبا على طول ما نذكرهم انه على طول المعده بتكون مشدوده والسباين او الكولون فيرتبرال جالس. رح نعملها بعد 4 تايمز 1 2 3 4. بهول ثلاث حركات شغلنا الشولدرز، هلا رح نشتغل على الارمز، رح نبلش بالبايسبس، كمان الجسم جالس، البطن مشدود، ايدي بده يكونوا بهالطريقه، اجري بحدود الشولدر تبعولي، بطلع بعمل سكويز اند اي جو داون، سو 1 2 3 4 5 6 7 8. فينا كمان نعملها بنسميها هامر تنشغل الفور ارمز اكثر، كمان هي للبايسبس وللفور ارمز، كمان نعملها 8 تايمز 1 2 3 4 5 6 7 8. اوكي لكن شغلنا الشولدرز والارمز. هلا في عندنا عضله كثير النسوان بيعانوا منها يلي هي الترايسبس، بصير في عندهم رولاشمون من هون. عاده ادي حتى العالم يلي بتكون بتعمل رياضه بنلاقي هون دائما هيك. هيدي لانه منطقه شوي صعبه تنشد بالتمرين، واجمالا بحركتنا اليوميه ما بنشغلها، عشان هيك هي بتشد اكثر، وبلاس هي مطرح لتراكم الدهون. سو هلا هالحركه رح نتعلمها اسمها اوفر هيد اكستنشن، هي بتشغل هيدي العضله من فوق. أوكي. لكن ايدي بدها تكون جالسه، بنزل 90 ديجري وبشد لفوق. لكن 8 تايمز 1 2 3 4
باي. 7 7 8. هلا يلي ما عنده كثير وقت يعمل بايد وحده بنعملها بالايد الثانيه. يلا اوكي كمان 8 تايمز 1 2 3 4 5 6 7 8. اوكي شغلنا الابر بادي تبعولنا، هلا رح نشتغل على اللور بادي. رح نعمل اهم اكزرسيس للفاست والفاد اللي هو السكوات. اكيد كلنا صرنا نعرف كيف نعمل سكوات. ممنوع الركب يسبق اصابيع الاجرين. اوكي سو بننزل الركب ممنوع تسبق اصابيع الاجرين. اوكي اوكي رح نعملها 8 تايمز لكن 1 اوكي 2 2. اوكي حاول مع السكوات لانه بحبها. نعيدها لكن يلا 1 2. فينا نستعمل ايدينا مشان البالانس او نحطهم على خوصة 4 5. ليدا خليكي قاعدة مرتاحة. فيك تعدي عدي اتليست 8. اوكي في عندنا كمان حركة ثانية كثير مهمة للور بادي اللي هي اللانجز. كمان بنحط اجر اليمين لقدام، الركبة ممنوع تسبق اصابيع الاجرين. اوكي بننزل على مهلنا ونطلع لكن كمان 8 تايمز على طول الظهر جالس 2 3 4 5 6 7 8. يلا ثاني سايد يبا يلا كمان يو جو داون اند اب 2 2 3. عم نشتغل يعني على كل جسمنا مظبوط، عم نعمل فول بادي ورك اوت. اوكي 7 8. اوكي بعد ما انا وقت نشتغل على الارض اكيد. اوكي هلا رح نشتغل على عضلات المعده. اهم شيء اللي كل العالم بتسال عنه معده بطن. مزبوط بس هون بدي اقول والوراق بدي اقول انه قد ما فينا نعمل حركات مزبوطين تمشي ما يصير في عندنا اوجاع بالظهر من تحت او بالديسك وركبنا ما نحافظ عليهم قد ما فينا. اوكي تفضل. اوكي رح نعمل البلانك اللي هي بتشغل كل عضلات المعده من فوق ومن تحت. هيدي فينا نستبدلها عن السيت اب هي افضل تستبدليات لانه ما فيها بندنج بوزيشن. اوكي اوكي الجسم بده يكون كثير ستريت وبطني مشدود على الاخير. اوكي بضلني هيك بعد قد ما فيي لكن هيدي رح تشغل ابر ابس اند لور ابس. هيدي الحركه بفكر العالم انها اسهل بركي من السيت اب. لا هي كثير صعبه يعني. قد ايه المفروض نضاين تحت؟ مثل ما قلنا بنعمل تقريبا 3 جولات كل مره قد ما فينا. ثاني حركه هي لللور ابس. اوكي بنحط ايدينا تحت الفاس ورقبتنا على طول على الارض تنكون بالنيوترال بوزيشن. اوكي نطلع على الاخير وبننزل لكن 8 تايمز 1 2 3 4 5 6 7 8. اوكي لكن شغلنا الابز هلا رح نشتغل على الفاس. اوكي وعلى الهامسترنجز او عضله الفخذ من ورا. اوكي ناخذ هيدي البوزيشن. اوكي ايدي 90 درجه ممنوع اعمل ايدي هيك مشان ما يقطعش ظهري. سو ايدي هيك واذا ما كنا مظبطين مظبوط حركات ايدينا واجرينا هذا الشيء في يعورنا. في عندنا هون عده مشاكل. في عندنا معقول نروح الكارتيلاج ومعقول كثير نزعج الليجامنت صابولنا. اوكي اوكي 90 درجه 90 درجه يعني لازم اكيد. أوكي. لكن نطلع 3 4 5 6 7 8. سويتش على ثاني سايد كمان 1 2 نطلع 1 2 3 4 5 6 7 8. اوكي حركنا الفاس والفخذ من ورا هلا رح نحرك الوراق ادي العالم يلي عادة عم بحكي سيدات يلي عادة ما بتعمل كثير رياضة بس جسمها منيح بس بتعاني شوي انه عندها شوي وراك. هيدي الحركة بتساعدها او لازم تعمل كمان كارديو مع الحركة؟ لا اكيد هلا حركات الكارديو هن تيحرقوا فات. اوكي هول الحركات بجسم بشدوا المنطقة يلي بتراكم فيها الفات. اوكي يعني تعمل كارديو تركض 30 دقيقة تمشي ايه نرجع من بعدها بنعمل هول الاكسرسايز. اوكي اوكي لكن هيدي حركة الوراك لكن نطلع على طول نلقي رقبتنا على ايدنا. أوكي. نطلع اجري ستريت وبنزل 2 3 4 5 6 7 8. اكيد بنعملها على 2 سايد كمان. اوكي اوكي طيب بالمبدا هيك بنكون مش بالمبدا
تقريبا شغلنا كل الحقيقة كل عضلات جسمنا. بس هون برجع بقول انه البيجنرز بيعملوا يلي نحن هلا عملناهم 2 راوندز، الانترميديت بيشتغلون 5 راوندز والادفانس بيشتغلون 7 راوندز او سيتس. انت شو بتفضل للواحد يستفيد؟ يعني الواحد شوي 5 مرات يعني 5 سيتس يعني كل اللي عملناهم بنعملهم جوله كامله او سيركوي نرتاح بس دقيقه بنعيدهم 5 مرات. طيب على كل حال يلي ما لحق مع ايدي هلا يحفظ كل الحركات، اكيد الحلقه بترجع تنزل دغري على الويب سايت تبع فيوتشر وعلى يوتيوب، فيكم دغري ترجعوا تشوفوا وتتابعوا الحركات معي ومع ايدي وترجعوا تعملون ببيتكم. غيضة حتعمليهم؟ خليني افكر. عم اهلك. يعطيكم الف عافيه. اكيد شكرا كثير واكيد برافو عليكي هبه، يعني هيك منيح شفتي عم تعملي لهم شويه حركات رياضيه كمان حتى يشعروا انه في حتى صايم يعمل حركات رياضيه. ما بتضايق ابدا عنا وعني. شكرا كثير قد ان شاء الله بنرجع نشوفك معنا وهبه ايضا الاسبوع الجاي. أكيد. ان شاء الله بعالم الصباح. هلا عملتوا رياضه لحتى تحرقوا اللي المفروض تاكلوهم مع الشيف عبد الله بعد لحظات، اكيد خليكم معنا.